شريف المخيف. شريف المخيف دي طلعت خلاص على طول برضه احنا في المعسكر بنقول المخيف خلاص فعلا. من امتى؟ اول ما اتقالت. من اول ما اتقالت بقالها مش كتير يعني 3 شهور وبشهر. مين ايمن اتكشف؟ لا كابتن مدحت شلبي اول حد. كابتن مدحت اللي قالها اول حد وبعد كده مشيت خلاص. لا ايمن كشف بيقول لفندي او الباشا حاجه زي كده. شريف شريف افندي. الحاجات دي يعني انت مبسوط بيها؟ يعني شريف المخيف دي مبسوط بيها؟ لا انا بالنسبه لي عادي يعني. الناس عايزاه مفيش مشكله يعني. بالنسبه لي انا مفيش اسم. اي حاجه انت بتحبه؟ لا لا عادي. محمد شريف حاجه مفيش حاجه معينه يعني. بس طبعا لما بيطلع لك لما بيطلع لك بيديله برضه دافع كويس بالظبط. لما بيطلع لك اسم مثلا معين او الناس مثلا اختارت الاسم ده ليك فبتبقى حاجه كويسه يعني طبعا. وبعدين انت ممكن الناس اصلا ما تقولش شريف دي بعد كده بقى خلاص المخيف المخيف فاهم حاجه كده بتعلم. زي مثلا كهربا كهربا مثلا اسمه محمود كهربا طلعت خلاص بقى كهربا. الناس كلها فاكره ان بالزبط. انت اسمك كهربا. اه فعلا في ناس كتير فاكره اسم حقيقي هو اسمه محمود. انت في البطاقه ما فيش كهربا خالص؟ لا خالص. ايوه انا عارف زمان بس طلعت وانا عندي 10 سنين حتى لما كنت في الاهلي وانا عندي 10 سنين فطلعت بقى طلعت. فهي كل حاجه بالظبط شيء الاهلي اصلا. انا عارف انا عارف. كهربا اشمعنى كهربا؟ طيب عشان لعبه. عشان ايه؟ عشان لعبه على طول مكهرب. طيب.